كل قسم واحد، الأقسام الطبية، الأقسام الفنية، الأقسام الإدارية، بكل قسم واحد يجتمعوا مع بعض بحيث إنه إذا في أي مشكلة بأي مكان يتم هذا الكتاب. لكن إنه العمل الفردي هذا ما ينفع، ما يدريش كل واحد مش عارف إيش اللي يحصل في الشركة، ولا يمكن يتم أي تحقيق إيش النجاح. واضحة النقطة الأخيرة اللي بعدها، التركيز على المنتج أو الخدمة. إحنا عندما نقول المنتج هو يقصد فيه إما سلعة أو إيش أو خدمة فقط. لكن بالنسبة لإدارة الجودة الشاملة، الجودة العمليات الإدارية، حتى العمليات الإدارية ما ينفعش أنا أن أجي أقدم يعني وقتيا جودة، مثل ما هو حاصل لبعض الشركات الآن عندما يمنحوا الأيزو تجي لجنة أحيانا من المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس وفرزوا للدنيا ورود وصلحوا الأمور وخلوا الإنتاج ممتاز ذلك الأيام، بعدين يعني مشكلة، هذه مشكلة ثقافة، ثقافة واضح. وبالتالي العمليات هي الأساس. وأنتم لاحظتم إدوارد ديمينج يا شباب، لاحظتم ديمينج ولاحظتم كروسبي، جوزيف جورين، كلهم أكدوا على أن الموظفين يلعبوا دور رئيسي يعني في عمليات إيش أيضا الجودة، وركزوا على الإدارة. جوزيف جورين قال إنه 90% من المشاكل اللي هو ديمينج قال 90% من المشاكل تعود للإدارة، وجوزيف جورين قال 80% اللي هي من العمليات الداخلية نعم. إذن والموظفين الجزء الآخر أيضا الموظفين. إذن إحنا ما نتحدث فقط عن عمليات أو عن منتج أو عن خدمة، لا، نتحدث عن منظومة كاملة في العمليات الإدارية، حتى الهيكل التنظيمي، التنظيم الإداري، القيادة، التدريب وهكذا بشكل عام. نقطة أخيرة، مشاركة الموظفين واندماج الموظفين. ايضا في فرق بين المشارك قلنا ولي المشارك هو ايش قلنا اللي يعني يكون حاضر في عمل الموظف، لا لكن لا احيانا يكون غير مركز في عمله، غير مركز. يعني انت مثلا بالفريق عندما نعمل الان براكتيكال تمرين عملي، ممكن واحد بين المجموعه يكون مشارك بس غير فعال، مشارك لكن غير مركز، ما يجيبش الأفكار، لكن المشارك المندمج معناها إيش هنا المندمج؟ مندمج إيش معناها؟ مركز يا شباب بكل حواس. يعني الوظيفة هذه، الوظيفة شغلك الشاغل، الوظيفة هذه تفكر فيها عندما توصل إلى مرحلة أن أنت تفكر ليه بنهاية الوظيفة، قول أنا خلاص أندم وصلت إلى مرحلة الاندماج. البعض يظل يفكر كل اللي في الوظيفة، والبعض لا، يرد ما يخرج من العمل والله. يعني فكريا قلنا نحن وجسديا وإيش وروحي. نعم، التحسين وقت الحاجة، يعني ما تظلش أنت مثلا بالمستشفى تنتظر المشكلة قد وقعت، الوفيات بدأت تزداد والشكاوي بدأت، يعني الله تبدأ تحسين كونتينوس حتى لو مش موجودة المشكلة. مثل ما قلنا لك يا سيدي، حتى الدراسة بطول السوق تطلعات، يعني معرفة حاجات ولا غبات أيضا هي ضمن التحسين كونتينوس بشكل مستمر، لأنه لو ظلت على من عليه فتحصل نفسك في آخر الخيمة. والدليل حتى في كبريات الشركات حتى في العالم، يعني هذه الرولز رايز الأمريكية ظلت هكذا خلاص، إنه قد تحقق مبيعات عمل التحسين في البداية توقفت. التحسين يشمل كل الأمور، جمع البيانات والمعلومات وحاجات ورغبات الزبائن تطلع، يعني بمختلف المجالات. ولذلك لازم يكون التحسين بشكل إيش؟ بشكل كونتينوس، بشكل مستمر. هذه نقطة. غموض السياسات ومرونة السياسات. شوف هنا الفرق اللي وضحناه قبل قليل. الغموض بمعنى بيروقراطية، بمعنى ما يحبش التغيير، ينظر للتغيير يتمنى إنه البيئة ما تتغير وإنه البيئة تظل بسيطة، وينظر للتغيير إنه يهدد مستقبله ويخاف من المجهول، كل هذه الأمور يتمنى الوضع يعني إنه إيش الأربعينات. كثير من الأشخاص من ضمن المشاكل الموجودة في اليمن هذه هي المشكلة،
وإذا قد تعمل حصر لكل المؤسسات حتى للأسف الخدمية. حتى تلاحظ إنه هذه الصفة موجودة، عدم التغيير، الكل ما يحب الشيء التغيير، ويعني يفضلوا البيروقراطية نموذج الآلي واضح. لكن الطرف الآخر مرونة السياسة، بمعنى يحب التغيير، ينظر للتغيير إنه إيش، مش إنه هدد، إنه نمو، إنه نمو، إن أنت تقتنع حاجات جديدة. يعطي الفرصة الإبداع، الإبداع، الابتكار، الانطلاق إلى الأمام. طيب، طيب هذا اللي يحب يعني التغيير. تلاحظوا أيضا يكون فيه نوع من المغامرة، فيه نوع من المخاطرة. نعم، يدرس، يراقب البيئة الخارجية بجدة، ويعمل الاستراتيجيات البديلة، كيف يحاول يتكيف مع أي ظرف، مع أي ظرف، طالما عنده خطط بديلة مهما حصل من غير كيف تحول المسار، كيف تتكيف معه. لكن هذول الأشخاص اللي ما يحبش التغيير، لاحظوا يعني إنسان يظل كما هو عليه من بداية ما بنى هذه المؤسسة إلى الوقت الحالي. وصلنا مرحلة بدون ينتهي، واعملوا لي حصر أنتم في تأسيس لو تلاحظوا حتى الجامعة أبسط الأمور، زي ما قلنا لكم كلية العلوم الإدارية مثلا، حنا تخرجنا ورحنا ندرس الماجستير والدكتوراه ورجعنا وجلسنا فترة ندرس، والوضع كما هو. هذه هي الأقسام اللي فتحت، هذه هي الأقسام، حل أقسام كثير من الأقسام. طيب، لأنه ما كانش في مبادرة نحو التغيير، يقول لك الناس يتمنى، يقول لك إنه الوضع يلا كما هو. إيش اللي ينظروا؟ حتى الآن أغلب الأساتذة غير موجودين، تدري ليش؟ أيضا قياء يعني ما نسي مسميه خلفه، يلا حتى لا مش